هيدا الأكلة اللبنانية يلي مشهورة بالضياع، كتير بسيطة وسهل إنه نحضرها وطيبة كتير. نحنا منسميها معكرون بتوم. بدنا نبلش بتحضير العجينة. حبيت طحين ورشة ملح، تقريبا استعملت 2 كوباية من الطحين، وبزيد المي عليها شوي شوي أنا وعم قلب لحتى تبلش تاخد بعضها. وتنقدر نشكل العجينة وما تلزق معنا، لازم ننتبه انه العجينة ما بدنا اياها طرية، يعني النتيجة انه لازم نحصل على عجينة تكون متماسكة بس قاسية بنفس الوقت. ومثل ما شايفين عم زيد الماي بالتدريج تأتأكد انه ما كتر ماي وتطلع معي العجينة طرية. واذا في حال كترنا ماي اكيد فينا نرجع نزيد طحين ونعجن. بالنهاية هيدي العجينة مقاديرها مش دقيقة، نقدر نزيد مي وطحين لأنه مكوناتها كتير بسيطة. نعجنها كتير منيح، مثل ما شايفين العجينة شوي قاسية، هذا المطلوب لحتى نحصل على عجينة تكون ناعمة. بغطيها وبخليها ترتاح تقريبا 10 دقايق لأقدر اشتغل فيها. من بعد 10 دقايق بدي بلش شكلها. قصيتها بهذا الشكل مثل الأصابع، هيك بتسهل علي عملية التشكيل. وهيك ببلش شكلهم، بمدهم ليصيروا عندي أصابع طوال. بتأكد إنه تكون تقريبا نفس السماكة لحتى يطلعوا القطع تقريبا قد بعض، وبقصهم بهذا الشكل. أكيد فينا نكبر ونصغر قد ما بدنا، بس بدنا ننتبه انه كل ما كانت كبيرة القطعة كل ما طولت معنا لتستوي. من بعد ما قطعهم برش عليهم طحين تما يلزقوا، بدنا نشكلهم. فينا نستعمل الشوكة بهيدي الطريقة او اي شيء بيعطينا شكل، حتى انه فينا نستعمل المبرشة، وكمان المصفاية بتزبط معنا. نضغط عليهم شوي شوي بهيدي الطريقة ومنلفهم. وهيدي الحبة بهيدا الحجم مثل ما شايفين عايدي، وشوفوا شكلها شو مهضوم. برجع كمان برش عليهم نطفة طحين، وهلأ بدنا نسلقهم. بنحط مي على النار تتغلي بطنجرة، وبنرجع منرش فيها تقريبا ملعقة ملح. بشيل كل الطحين الزايد عن حبوب المعكرون وبنزلهم بالمي المغلية، بقلبهم وبخليهم تيستووا. ومثل ما قلنا الوقت بالسلق بيختلف حسب حجم القطعة. مثل ما شايفين بس يستووا بيطلعوا على الوجه، وأكيد فينا ندوقهم إذا حسينا بدهم بعد سلق مكفي سلق. وهلأ صار وقت نحضر صلصة الثوم. 3 حصوص من الثوم حطيت فوقهم رشة ملح. حضرت فنجان قهوة زيت وعصير حامض. ببلش ناعم الثوم كتير منيح مع الملح تيصيروا بهذا الشكل مثل المرهم. وهلأ ببلش زيد زيت الزيتون، بحط كمية كتير قليلة وبقلبهم بهيدي الطريقة. وبس يتجانسوا مع زيت الزيتون بصير فيه يزيد كمية جديدة. نتفة نتفة حتى تخلص عندي كمية زيت الزيتون. هيدي الطريقة منسميها تربية التوم. هيك رح نحصل على صلصة منلاقي فيها انه الزيت متجانس مع التوم والحامض من بعد ما نزيده. من بعد ما خلصت كمية الزيت شوفوا كيف صاروا، وهيك صاروا جاهزين. بنزيد عليهم عصير الحامض أكيد عقد ما منحب وعقد الكمية يلي عم نحضرها. وإذا بتلاحظوا أنه كل الخليط متجانس مع بعضه. لو ما استعملنا هيدي الطريقة مع الثوم والزيت كنا رح نلاحظ أنه بس نحط الحامض فوقهم رح يفصلوا عن بعضهم. وهيك من بعد ما يستوي المعكرون منصفيه ومننزل فوقه صلصة الثوم يلي حضرناها ومنقلب. وإذا متوفر عنا النعنع الأخضر بنقدر ندقه مع الثوم رح يزيد معنا نكهة كتير طيبة، وأنا بحب أقدمها مع الخيار المقطع على وجهه. بتمنى منكم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك على الفيديو إذا حبيتوا الطريقة. وإذا كنتوا بتحضروا هيدي الأكلة خبروني أنتوا من أي ضيعة.